إيران تكشف عن إنجاز عظيم ومفاجأة لأول مرة في تاريخ التصنيع العسكري، تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. أزاحت إيران الجمعة الستار عن أسطولها الأول لحاملات الطائرات المسيرة التابع للقوات البحرية في الجيش الإيراني بحضور القائد العام للجيش اللواء سيد عبد الرحيم موسوي الذي أعرب عن ارتياحه لهذا الإنجاز العظيم. ويتألف أسطول الجنوب لسلاح البحر الاستراتيجي للجيش الإيراني من السفن والغواصات التي تحمل على متنها أنواع المسيرات الحربية والاستطلاعية والتدميرية. وخلال مراسم العرض في مياه المحيط الهندي حلقت أنواع الطائرات المسيرة المتطورة والحديثة التي صنعها الجيش ووزارة الدفاع ومؤسسات المعرفة، بما فيها مسيرات بيكان وأهم وآرش وجمروش وجوبين وأبابيل 4 وباور 5 لاستعراض قدراتها. وانطلقت خلال هذه المراسم أيضا ولأول مرة المسيرات القتالية من الغواصات إيرانية الصنع فاتح وغواصة كيلو كلاس طارق. وأعرب القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي في حديث نقلته وكالة إرنا الإيرانية عن ارتياحه لهذا الإنجاز الذي حققه سلاح البحر الإيراني، مؤكدا أنه نظرا للنزعة العدوانية والروح السلطوية لدى المعتدين فإنه علينا زيادة قدراتنا الدفاعية في المجالات كافة.